وبمساحتنا مساحتنا الأخيرة أكيد الرحمة لكل أرواح شهداء سوريا. وقت منقول التضحية والعطاء ما بنقدر وما نستذكر بطولات الجيش العربي السوري اللي كان متواجد وعبر سنوات طويلة بسنوات الحرب في سوريا كان متواجد على جميع الجبهات وكان متواجد على أكثر من جبهة بنفس الوقت بيوم واحد. يعني اليوم نحن عم نعيش مرحلة نصر، هذا النصر اللي تكلل أكيد بدماء الشهداء، تكلل بتضحية الجيش العربي السوري، وتكلل أيضا بجراح جرحانا جرحى أبطال الجيش العربي السوري. قديش اليوم هنون جراحهم اليوم وثيقة شرف لكل الأجيال القادمة هايدي. أكيد يا رشا، اليوم يعني ضيفنا رح نحكي عنه أكثر، ونحن قديش نحن يمكن فخورين بوجوده معنا رغم كل الظروف الصعبة ورغم كل إصابته. هو ما استسلم، حول يمكن مثل ما بيقولوا من ألم لأمل. أكيد، ودائما نحن بنقول أنه طالما في إيمان برب العالمين وبالقضاء صحيح. والقدر، وفي إصرار أنه نحن نكفي مشوار حياتنا، فأكيد اليوم نحن قادرين نعمل كل شيء. اليوم ضيفنا لليوم هو بطل من بلادي، وقديش هنن أبطالنا كثر في سوريا، وخاصة الأبطال اللي كانوا متواجدين خلال سنوات الحرب. اليوم رح نضوي أكثر على الشهداء الأحياء، وضيفنا لليوم هو الجريح البطل معتصم نصار. يسعد صباح حاك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. الحمد لله على سلامتك بدايه. الله يسلمك يا رب. اهلا وسهلا، احنا فخورين اليوم بوجودك ضمن صباحنا. خلينا بالبدايه نحكي عن ساحات القتال وايمت كانت الاصابه. هلا ساحات القتال كانت المنطقه كانت بدرعا، انا تابع للفرقه الخامسه بدرعا. الاصابه كانت 26/1/2015. هلا أكثر من معركة، والحمد لله يعني المعارك اللي خطها كلها حتى اللي صوب فيها كانت انتصارات. يعني ما مريت خلال الفترة من بداية الأزمة والحرب الشرسة على سوريا لوقت الإصابة بخسارة موقع أو سقوط موقع تابع لقواتنا. الحمد لله هذا أكبر نعمة. حتى أثناء الإصابة يعني بعد ما تصوبت سعفت على المشفى ظليت على تواصل مع رفاقي، كمان كانت المعركة رابحة الحمد لله، وهذا يعتبر بخفف شوي من ألم الصدمة. أكيد يعني وقت بيكون اليوم دماءكم ودماء الشهداء وجراحي يعني كانت تكليل لهذا النصر. أكيد إحنا فخورين كتير بوجودك اليوم معنا بصباحنا. يعني خلينا نحكي عن الفترة اللي عشتها بعد فترة العلاج، أكيد كانت صعبة إن كان نفسيا وجسديا، وبعدها بقوة وأصرار رجعت بمشروع صغير، وكان في دعم لهذا المشروع من مشروع جريح وطني اللي نحن بنعرف قديش حاول يقدم ويساعد أي شيء ممكن يضمن حياة الجريح حياة كريمة لإله. هلا فترة الإصابة لأي جريح إن كان هي تعتبر ولادة جديدة، فترة صعبة جدا إنه تتجاوزها أنت فورا، فترة صعبة جدا. فترة ولادة جديدة يعني أنت انتقلت من شخص لشخص. مثلا ولنفرض أنا ضابط دخلت على الكلية الحربية وباني آمال كبيرة للمستقبل، مو لهون انا بوقف. فكانت ولادي ومرحله جديده، وكل الجرحى بتوقع نفس الموضوع، لكن المهم الهدف. هلا كنت يوم تصوبنا، نحن يوم تصوبنا بسبيل انه بقاء الوطن، بقاء مؤسساته، بقاء الدوله، حمايه الارض، الشعب، العرض، هاي الاساسيات، عقيده الجيش اساسيات. والحمد لله يعني مثل ما شفنا وشاف العالم كله بأخطر حرب وأشرس حرب عالمية إنه صمود الجيش. نحن نعتبر يعني دولتنا من دول المتوسطة، يعني مو من دول العظمى، مو من دول متوسطة يعني، وقدرت تصمد على كامل الأراضي السورية بدعم من كل دول العالم ضدهم. هلا هون فترة الإصابة تجاوزها صعب كثير. قديه نفسيا اليوم نحن بنفكر انه اليوم جاهز. مثل ما قلت حضرتك كان في احلام، كان في طموحات، كان في للحلم بقيه لبكره. يعني كيف عشتها؟ يعني الفتره يعني اكيد كانت صعبه، ولكن رحنا اليوم لننهض بمشروع لحياه جديده. هلا عم بقول لك هون في نكسه كان. الاصابه نكسه، انت بدك تخلص منها ولا بدك ترجع لها؟ بدك تخلص منها ولا بدك تضل جواتها؟ لازم تنتهي منها. هلا اللي حواليك مبدئيا هن اللي بيدعموك انك انت بعدك موجود،
صحيح. اللي حوالين هلق انا داعمي الاساسي كان من فترات القتال، من معارك القتال من اول يوم، هو الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. هو الداعم الاساسي وهو اللي زرع العقيده. هلق المشروع، سؤالك عن المشروع. المشروع خلص اي جريح من العزله والقعده بالبيت، انك انت تصوبت خلص اقعد ببيتك على تختك بيجي جريح بطلع عندك. لا، طلع هو وبلش حياته الاجتماعيه الجديد. بس المشروع هل هو قام بالجريح ككامل؟ لا، ما خدم الجريح بشكل كامل. يعني هو ساعده ايه، اما هو سكر له كل حياته؟ لا. يعني جريح الاقل مثلا، ونفرض وظيفه للجريح افضل من مشروع. وظيفه بكافه الدوائر الدوليه وما بتعيقه. صح. تمثيله بالمؤسسات الحزبيه، بالمؤسسات السياسيه كمان ما بتعيقه. يعني احنا هلا مثلا عم نشوف ونفرض مشروع جريح بطل. لازم يكون في اربعه او خمسه من الجرحى الشلل الكامل بحس فيني. بحس انه بالضبط هذا قاعد محلي، هذا شو متطلباته لهذا الجريح، بيعرف هو بيحكي عنك وعنه. نفس الهم ونفس الشعور بالزبط. يعني اما هلا انا الشخص السليم 100% بيعرف انا شو متطلباتي، مستحيل بيتخيلها او حدا بيحكي له اياها، اما هو بحس فيها لا. صحيح. يعني تفضل. لا بعد الاصابه اكيد يعني مثل ما ذكرت كثير منا ممكن تتغير نظرته للحياه، يياس ما يكمل، لكن حضرتك اليوم انت لا، هذا الشيء كان دافع بحياتك ولجأت لمشروع القرطاسيه والمكتبه الصغيره، كمان فينا نقول انه كمان لجأت لدراسه حضرتك اليوم سنه رابعه بالعلوم السياسيه. خلينا نوضح اهميه التحصيل العلمي اليوم. تحصيل العلم هلق الوحيد هو العلم اللي ما بده شعارات. العلم بالعلم، بالعلم ترقى الامم. كيف حتى اخذت هي الخطوه وكفيت بالعلم ترقى الامم؟ هلق انا من الاول يعني بتعرفي ضابط اجباري بده يكون متعلم، اجباري بده يكون حاصل على شهاده ثانويه. وحياه الضابط مو بس تدريب، كمان علم، كمان تحصيل علمي ضمن الكليه الحربيه. صحيح. بدك تتابع انت هلق. افضل شيء بعد الاصابه هو انه تتابع تعليمك. هلا هيدي اجمل خطوه، افضل من مشاريع تقدمت للجرحى، وهي فتح الباب والمساعده بشكل كبير بشان التحصيل العلمي. تابع تحصيلك العلمي بيدفعك لقدام كثير، بيطالعك من الجو اللي انت عايش فيه بشكل كبير كمان. وبالنهايه العلم ما بيخلص، يعني يعني انت تصفى مشروعك دائم. صح. مو خلص شهاده بلش بشهاده ثانيه. بدنا نشوف يوم تخرجك اكيد عن قريب. خلينا نرجع نركز على المشروع اللي عم تشتغل فيه حضرتك. بدايه حضرتك متزوج؟ متزوج. خبرنا عنك اكثر، عندك اطفال؟ متزوج، عندي طفلين. الله الله يخليهم هيك وتشوفهم تحقق احلامك فيهم اليوم. وشيء نحن دائما نقول شيء نحن ما قدرنا نعمله بحياتنا بنتمنى نقدمه لاطفالنا. يعني خلينا نرجع نركز على المشروع. شو هو هذا المشروع؟ هل هو اليوم اقتصاديا كافي لإلك ولعائلتك؟ كيف عم تكون حياتك ضمن هي ضمن هذا المشروع؟ هلا قلت لك انا المشروع هو اكبر وسيله كان للخروج من حياتك مصاب، بلش تتعامل مع العالم بشكل جديد يعني من البداية. أما اقتصاديا كافي المشروع؟ لا، بحكي عني وعن كل الجرحى. يعني في جرحى ونفرض أنه نسبة 5% نجحت مشاريعهم، أما المشروع هو كافي؟ لا، ما له كافي. مكتبة اليوم عم نحكي عن مشروع، نحن قرطاسية، أنا قرطاسية، أنا مكتبة قرطاسية. المشروع حضرتك اخترت المشروع؟ يعني أنا اخترته. هلا المشروع أنا اخترته كونه قلت لك يعني بدي راغب بالتحصيل، بالاستمرار بالتحصيل العلمي. فالمكتبة بتوازي هالشيء. تمام. أما اقتصاديا لا، مو لإلي أنا، لكافة الجرحى. المشروع انه يغطي اقتصاديا ما بغطي. شفتي الغلاء انت والرواتب، خاصة بهي الظروف. يعني صفى الجريح هون مصروفه، مصروف اهله، مصروف. صحيح. بيته من راس المال. وبالتالي اغلب المشاريع يعني ما نجحت، وبجوز سوء اداره، سوء اماكن. يعني اغلب الجرحى هلق بالقرى. القرى مهما كان المشروع فيها قد ما كان، لا يمكن يحقق للجريح كفايته الماديه. القرى؟ ايه. طب ما بتشعر اذا اليوم غيرنا فكره المشروع نحن ممكن اليوم نروح لمستوى اقتصادي افضل؟ يعني يعني دائما نحن بنلحق متطلبات الوضع اللي عايشينه، المكان اللي نحن فيه. يعني هلا نحن اذا حكينا عن المشروع
اول شيء انت بهمك باي مشروع اقتصادي، اول شيء راس المال. راس المال. ثانيا بهمك الحركه التسويقيه، السوق. على السوق انت بيحتاج لها المتطلبات. يعني لو مثلا بالجامعه، هون نحن هلا بالجامعه، تمام؟ بالجامعه فيك تبيع، ولنفرض قطع سيارات، بدلات عسكريه، انت هون بحاجه لقرطاسيه ومكتبه. صحيح. تمام؟ السوق. ثالث شيء الاداره. يعني هلا بنبلش بالجريح، الاداره. نعلمه انه انت المشروع اللي اخترته هذا، طيب شو فكرتك له؟ شو مستقبله؟ مستقبله انه انت مثلا عبيت محلك، صرفته، خلصت مشروعك، تطوير. هذا بده يكون يتطور. صحيح. يعني هلا القرطاسيه اذا ما انتقلت لمركز تصوير وطباعه وكبير، ما له مستقبل. هذا من دون راس المال لا يوجد. وبظل هالغلاء اللي عايشين فيه، بتعرفي انت يوم الظروف على الكل، بظل هالغلاء انت صفيت عم تصرف من راس مالك، من راس مال مشروعك. يعني انه يتطور، لا، افضل شيء انك تحافظ عليه كوضع راهن. تمام. معتصم، يمكن خلال عملك بالجيش واصابتك اكيد صار في حالات قدام عيونك، بعض رفاق الدرب يمكن استشهدوا، كيف كنتوا تتعاملوا اليوم مع هي المواقف؟ كيف تاثرتوا؟ قلتوا انه نحن رح نكفي بمسيره هذا الشخص، كيف تعاملتوا مع الموضوع؟ هلا هذا كان اصعب شعور. صحيح. بمر علي. لما يكون شخص واقف جنبك هو سندك. هلا انا العساكر كلهم الحمد لله اللي كانوا معي، كافه افراد وحده اللي كانوا معي، كانوا سند قوي جدا. لا بس تخيل انه ضابط بقود معركه، القائد ما بقود، القائد بيوجه، اما اذا ما كان كل العناصر متفاعلين من بعض لا يمكن يتحقق النصر. شخص ما بينتصر، مجموعه اليوم نجاح. فهذا الشخص اللي كنت انت واقف معه وعم تقاتل معه كذا، فجاه شفته شهيد قدامك. هذا شو استمرارك؟ هو صيانه لدمه. صحيح. انت يوم تخليت ورجعت لورا، انت هذا الشهيد ضيعت له دمه. مهما صار بالبلد، يعني هون وغير هون، يعني انت حتى لو خسرت المعركه، بس انت القناعه اللي مقتنع فيها، انت عم تصون دمه. وصارت هي المواقف معك؟ عم تصون كثير كثير كثير. الحمد لله لك، جيشنا عقائدي مثل ما قلت، جيشنا عقائدي كثير. يعني اهم شيء مثلا 20 عسكري، 30 عسكري، 40 كنا نحن موجودين. تنامي وانت مرتاح. لما تنامي بيناتهم اريح من البيت. هلا انا لما انزل على بيتي لبين اهلي ما ارتاح مثل لما اكون بين عساكري. خلص هذول اخوتي. هلا اخي انا عم شوفه كل شهر، كل شهرين. ابي، زوجتي، هذا يوميا، ساعيا عم شوفه. سيد منتصر، من خلال سيد معتصم، من خلال تجربتك العسكرية وفترة الإصابة والعمل، وخلينا نقول النقاهة، وحضرتك اليوم بوضع يعني ممكن يعني يكون عندك اصرار اكثر مننا، يعني اكثر اليوم، انت شايف اكثر، مارق بتجارب كثير. اليوم في جيل عم ينشا. اليوم بنهايه حديثنا، شو رسالتك لهذا الجيل؟ شو رسالتك لرفاق دربك اللي كانوا متواجدين معك، وبعضهم اكيد استشهد وارواحهم عند رب العالمين؟ هلا الرسائل كثيره. اول شيء رساله شكر للراعي الاول، للجرحى وللجيش وللشهداء، للسيد الرئيس وللسيدة الأولى. نحن بصراحة يعني أنا كل مؤسسات الدولة، هدول الشخصين هن الراعيين الأساسيين الأول والأخير. يعني لما نشوف نحن على التلفزيون رئيس جمهورية طالع على ضيعة من ضيع حمص، ريف دمشق، درعا، يزور جريح، هذا هو الراعي الحقيقي. أنت ما بتفيدني لما تكون أنت مثلا بمكتب بوزارة ولا استقبلتني استقبال جيد، لا، انت قدم لي وانا موجود ببيتي، خبر موظفيك انه هذول عاملهم معامله جيده. فنحن في راعي حقيقي، نتمنى انه البقيه يتقيدوا فيه. أكيد. هو عم يطلع لعند الجريح على بيته، انت بمنصبك واقل من منصبه، الجريح عم يجي لعندك، عامله مثله. أكيد.
اكيد هون الخلل. هلا الرحمه الكامله لشهدائنا اكيد، لو ما نقول نحن مو موجودين هون ولا في عنا اي شيء، ما في عنا اي شيء بالبلد، البلد دمرت. الشفاء لجرحانا امين يا ربي. ختام اللي عجبهات القتال الله هن اللي صانوا دمنا واستمرارهم وجراحنا، هن اللي حافظوا على هالشيء. وانا بالنسبه لي الرحمه لروح الوالد كثير، لانه الله يرحمه صامد ومقاوم اكثر مني. بختام حديثنا معك بدنا نشكرك كثير الجريح البطل معتصم نصار، شكرا لك، شكرا لارادتك وصمودك. انا بتشكركم ويعطيكم العافيه. شكرا لك، ودائما هذا الجرح مثل ما انه وثيقه شرف للاجيال القادمه. يعطيك الف عافيه. قلت لي صحيح للاجيال، هي تكون شاهدي على الظروف اللي مرقنا فيها، على الحروب اللي مرق خطوها كجيش عربي سوري والجبهات اللي كنتوا مشاركين فيها. اليوم جيلنا بحاجه لتوثيق هي البطولات. شكرا لحضرتك. على راسك، يعطيك العافيه.